في محاولة متواضعة وجادة لسد الفراغ الذي لا يمكن المؤسسات الرسمية أن تملأه وحيدة. جاءت مبادرة جمعية الطفولة والأمل من أجل إعادة زرع البسمة التي فقدت من على شفاه بعض الأطفال المتخلفين عقليا والذين لم يجدوا مكانا لهم في المؤسسات العمومية، ومحاولة إدماجهم في الحياة اليومية ومساعدة أهليهم على تحمل قسطا من مشاكلهم الصحية والعقلية والنفسية. طفل جبته من كما قولوا الأطفال هذوك المسعفين، وصبنا جمعيات كما هذه الجمعية والحمد لله يعني فتحت لنا الأبواب تاعها، وحسيت باللي الطفل ديالي كما يقولوا صاب روحه. صبته وحده في الدار، هو يطلب مني كما يقولوا قريني كيما اختي، ديجا الجملة هذه قريني كيما اختي هذه اللي بعثت فيا الأمل. يعني قلت لهم يعني جمعية اسمها اسبوار انفون، يعني بأتم معنى الكلمة. Je suis bon psychologue, je fais l'enseignement معهم، نخدم معهم la lecture, l'écriture. وفي بزاف تحسن pour le premier groupe، كان بزاف تحسن، تعلموا دونك الحروف، تعلموا الارقام. الهدف تاع لاسوسياسيون هو داكونباني لونفون اي لي بارون دونفون هانديكابي. الجمعية والتي يساهم الاتحاد الأوروبي في جزء كبير من ميزانيتها التشغيلية لاقت استحسان الأطفال والأهالي، وتقول عنها المديرة والتي هي أيضا أم لولدين متخلفين عقليا واجهت مشاكل كثيرة في تربيتهم، أنها أسست هذه الجمعية لتواجه التحدي وترافق أهالي الأطفال لتخفف عنهم المعاناة اليومية مع أطفالهم المرضى. Donc j'ai élevé que des enfants handicapés, ça a été très dur par les discriminations. بما أن لدي ولدان من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان من الصعب علي مشاهدة ما يعانونه من تمييز في المجتمع وخاصة في المدرسة، كما واجهت صعوبة إدخالهم إلى دار للحضانة. لذلك كان من الطبيعي أن تستند مؤسستي إلى خبرتي الذاتية كأم، وعلى مستوى المؤسسة توجب علي تقديم مشروع إلى الاتحاد الأوروبي، فذكرت كل ما عانيته من تمييز ومشاكل لا أود أن يصادفها أهل أقاربي وأصحابي. هذا هو هدف مؤسستنا.